شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. الناس اللي كتمجد وتعظم كلام الله في هذا الشهر، هذا الناس اللي كتبغي كلام الله يتسمع في أي زمان في أي مكان وتحت أي ظرف. على قبلكم نظمنا مسابقة سميتها ورتل. الدورة ديالها الأولى تلقينا 16 مشاركة ديال المقرئين والمقرئات. المسابقة وصلت اليوم لمرحلة النصف النهائي، إذا هادو أربعة المشاركين اللي غادي يدوزوا المرحلة النهائية الصنف الكبار. الفائز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم القارئ حمزة منجد من مدينة الدار البيضاء، سني 26 سنة، الفائز بالجائزة الأولى للجنة التحكيم في مسابقة ورتل للقرآن الكريم في دورتها الأولى. بدأت حفظ كتاب الله تعالى على يد الوالد حفظه الله منذ نعومة أظافري، وقد بدأت حفظ كتاب الله في سن 10 من عمري، بدأت أحفظ عند الوالد أنا وإخوتي ولله الحمد، وبدأت تعلم قواعد التجويد في نفس الفترة مع شيخي، أول شيخ للقواعد التجويد معه هو الشيخ عمر أبا حمان حفظه الله تعالى، وبدأت أذهب عند شيوخ كثر منهم الشيخ سعيد العديوي والشيخ عبد الرحمن الزيداني حفظهم الله تعالى. ورحلتي مع القرآن عندما سافرت لأحفظ كتاب الله تعالى، ذهبت إلى مدينة السويرة بمنطقة الشياضمة عند الشيخ المحجوب الوهلولي حفظه الله، حفظت عنده بعض الأحزاب ولله الحمد، ورجعت إلى الدار البيضاء وأتممت حفظ عند الشيخ عبد العزيز الباز بالدار البيضاء ولله الحمد، وختمت السلكة الأولى والثانية، ختمتها في سن 24 سنة، والآن أتابع دراستي بصيد رحال بإقليم برشيد العلوم الشرعية عند الشيخ حسن بلواح ومراجعة الأسوار كذلك. مقرئي المفضل الذي أنصت له هو الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، حيث أنصت له بخشوع وتدبر وتصوير للآيات الله تعالى، وقراءته تصل إلى القلوب صراحة. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به مؤمنين إن شاء الله. قراءتي المفضلة، وهي كلتا القراءتين، القراءة المشرقية والقراءة المغربية، حيث أن القراءة المشرقية يمتازون بها المشارقة المصريين كمحمد صديق المنشاوي وكمصطفى إسماعيل رحمة الله عليهم وبعض المغاربة أيضا، وأما المغربية فكذلك أقرأها ولله الحمد وأتعلمها وأنصت لها من الشيخ محمد الترابي حفظه الله وأطال في عمري. شاركت ولله الحمد في عدة مسابقات وطنية ودولية. الوطنية جئت بالمرتبة الأولى في مسابقة بالعيون، فقد مثلت جهتي الدار البيضاء أسطات ولله الحمد أحسن التمثيل وحصلت على المرتبة الأولى، وكذلك المسابقة الدولية بهولندا التي نظمتها الجالية المغربية هناك، وقد حس على المرتبة الرابعة من بين 500,000 مشارك وما يزيد ولله الحمد، مسابقة ورتل التي فزت بها بالجائزة الأولى ولله الحمد. استمعت لبعض القراء منهم القارئ سهيل زغنون، ما شاء الله قراءة طيبة، وكذلك القارئة إسراء السيح، كذلك استمعت لها قراءة جميلة طيبة. أسأل الله تعالى أن يحفظهم بالقرآن وأن يحفظنا جميعا يا رب العالمين. تعرفت على المسابقة من أحد أصدقائي حفظهم الله، أرسل لي الرابط، وقد دخلت وتعرفت على المسابقة وأرسلت لهم المقطع ولله الحمد، وكذلك تأهلت من الإقصائيات إلى نصف النهاية وكذلك النهائيات ولله الحمد. برنامجي اليومي في حفظ كتاب الله تعالى ومدارسته، وهو أكتب الربع في هذه اللوحة كما ترون، وأقرأ ذلك الربع على نفسي
عدة مرات ومرات، وأقرأه على الوالي حفظه الله كذلك لكي يذكرني بعض القواعد التجويدية، وكذلك أنصت لبعض القراء والمشايخ المغاربة منهم والمصريين على هذا الربع لكي أتقنه جيدا ولكي أصغي إليه كيف يقرؤون بالتجويد وبالمقامات الصوتية كذلك. مكانة القرآن في حياتي اليومية، بالإضافة أنني أحفظه ولله الحمد ومدارسته مع الوالد حفظه الله تعالى، وكذلك أحفظ نشأتنا أبناء حينا بعض السور في هذا المكان المبارك، وأعلمهم التجويد وكذلك بعض المقامات الصوتية إصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله، رمضان هو دائما شهر العبادة والغفران، غير أن هذه السنة حرمنا من صلاة التراويح مع الجماعة ومع المؤمنين، وكذلك حرمنا من زيارة الأرحام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صراحة لم أكن أتوقع أن أفوز بهذه المسابقة، ولكن ولله الحمد توفيق من الله عز وجل ومنه علينا أن نحس على المرتبة الأولى، وهذا من الحمد لله اجتهادي ومتابرتي في هذا العمل، وتوفيق من الله عز وجل. ولله الحمد كانت الفرحة فرحتان: فرحة عيد الفطر السعيد، وكذلك فرحة فوزي بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة الوطنية ورتل. تلقيت خبر الفوز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولله الحمد، وكنت جدا مسرورا وفرحا بهذا الفوز، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بحفظه كتابه والعمل به يا رب العالمين. أمنيتي إن شاء الله تعالى في المستقبل أن أكون إن شاء الله إماما للمسجد، وأن أدرس هذا العلم ألا وهو علم التجويد، كذلك بعض المقامات الصوتية. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. سنختم إن شاء الله تعالى هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من الذكر الحكيم كعربون على المحبة والتقدير. نسألكم الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.